تمام. فموضوعنا التالي بعد ما مشينا برحلة لمحة عن الريسك فايف ايزا بشابتر 2، بعد ما شفنا بشابتر 3 شوية لمحة برضو عن الاريثمتيك فور كمبيوترز، شفنا كيف نصمم الاي ال يو من 1 بت اي ال يو بعدين 32 بت اي ال يو ونضيف عليها فيتشرز، وشفنا الفلوتنج بوينت انستراكشنز واوبريشنز والريبرزنتيشن تبع الفلوتنج بوينت نمبرز. خلينا نرجع باكورد لتشابتر 1. هذا الموضوع اللي بدي احكيه هو سيكشن 1.6 اللي هو بيحكي عن البرفورمانس. البرفورمانس اوف وات؟ البرفورمانس اوف كمبيوترز. كيف اقيس البرفورمانس تبع الديفرنت سي بي يوز؟ تركيزنا على السي بي يوز. فراح نتعلم بهذا التشابتر كيف اقيس الاكسكيوشن تايم تبع سيرتين بروجرام، وتركيزنا راح يكون على الاكسكيوشن تايم على من وجهة نظر السي بي يو بمعزل عن الاذر كومبوننتس. يعني ما راح اخذ في عين الاعتبار التايم تو اكسس الميموري، التايم تو اكسس الانبوت اوتبوت ديفايسز. هذا بتاخذه بالتفصيل بالكورس التالي، بس احنا هون بدنا نطلع وات از ذا تايم ريكوايرد فور ذا سي بي يو تو اكسس او تو اكسكيوت ا سيرتن بروجرام. فراح نشوف السمبل بيرفورمانس ايكويشن اللي من خلالها بحسب البيرفورمانس تبع السي بي يو. طبعا في لها فاكتورز، في لها محددات راح نشوفهم اللي بتحدد هل البيرفورمانس بصير افضل او البيرفورمانس بصير اسوء. بعدين بحكي بلمحه سريعه هدول التوبكس انا شلتهم فعليا، بطلوا موجودين، انا نسيت اشيل هدول لانه بتاخذوهم برضه بال اركتكتشر 2. بعدين راح نشوف شويه اكزامبلز ونحل شويه اكزامبلز. فليتس ستارت مع انتروداكشن سريعه انه انا فعليا لو عندي مجموعه من الكمبيوترز وبدي اشتري واحد منهم، which one to buy؟ راح تحكي لي والله اشتري الكمبيوتر اللي اداؤه افضل، مظبوط؟ اشتري الكمبيوتر بمعنى اخر مواصفاته اعلى، نحكي والله هذا مواصفاته احسن من هذا. اشتري الكمبيوتر اللي له الكلفه الاقل، او وفق بين الشغلتين، اشتري الكمبيوتر اللي بيعطيك افضل بيرفورمانس باقل كوست، اللي هي كوست على بيرفورمانس. فالان الفكره شو قصدي بالبيرفورمانس؟ كيف اعرف البيرفورمانس او الاداء تبع الكمبيوتر؟ فبيسكلي في عندنا تو متريكس، طريقتين او معيارين خلينا نقول لقياس البيرفورمانس. اول واحد هو التايم ريكوايرد تو فينيش ا تاسك، وهذا كلام يعني بيهتموا فيه الناس الانديفيدوال يوزرز، او اني اطلع على النمبر اوف تاسكس اللي بيقدر الكمبيوتر يخلصها بير يونت تايم اللي بيسموها ايش؟ الثروبوت. هدول شغلتين رئيسيات، تو متريكس رئيسيات في قياس البيرفورمانس اللي هم الاكسكيوشن تايم او بيسموها اللاتنسي مرات. لاتنسي او الثروبوت. اللاتنسي هو التايم تو فينيش وان تاسك من ستارت للاند، بينما الثروبوت هو عدد التاسك اللي بخلصها بير يونت تايم. والثروبوت بصير له معنى لما تروح على اركتكتشر 2 ويدخل الباراليزم في الموضوع. يعني احنا في الكورس هون ما راح ندخل في الباراليل اركتكتشرز، سواء كان انستراكشن ليفل باراليزم او مالتي بروسيسورز مالتي كورز. هناك ببين الثروبوت واهميه وفائده الباراليزم بالثروبوت. بينما في هذا الكورس راح نهتمين اكثر بالتايم تو فينيش تاسك، والتاسك بالنسبه لنا هي عباره عن برنامج. شو هي التاسك بالنسبه للكمبيوتر؟ هي كود، برنامج بنبذه، واللي هو عباره في النهايه عن مجموعه من الانستراكشن. فالان الفكره العامه، اذا انا مهتم باللاتنسي او التايم تو فينيش تاسك، شو تعريفي للبرفورمانس؟ كل ما كان التايم تو فينيش ذا تاسك از لور، معناها البرفورمانس احسن بالنسبه لي، الاداء افضل. فليس تايم تو فينيش امبلايز بيتر بيرفورمانس، والعكس صحيح. فاذا انا بقدر اعرف البيرفورمانس تبع الكمبيوتر بالشكل البسيط انه هو عباره عن واحد على التايم ريكوايرد تو فينيش ذا تاسك، اللي هو بالنسبه لي التايم تو اكسكيوت ذا بروجرام اوف ذا تاسك، يعني الاكسكيوشن تايم المطلوب حتى انفذ هاي التاسك. الان اذا عندي تو كمبيوترز بدي اقارن بينهم، بحسب الاكسكيوشن تايم للاول بين قوسين البرفورمانس الاول، اكسكيوشن تايم للثاني بين قوسين البرفورمانس الثاني، وبدي اشوف مين افضل. بقدر اني اطلع على الارقام بشكل سريع
اشوف مين اكبر ومين اصغر، او بقدر احسب وات وي كول سبيد اب ام ان، اللي هو البيرفورمانس للاول على البيرفورمانس للثاني. بدل عم بقارن كمبيوتر اكس مع كمبيوتر واي، فبحكي السبيد اب او بسموه الريلاتيف بيرفورمانس. يعني انا بشوف البيرفورمانس تبع اكس مقارنه واي وذ ريسبكت تو واي، فهو البيرفورمانس لاكس على البيرفورمانس لواي، او هو التايم لواي على التايم لاكس، لانه المقلوب مظبوط. فاذا كانت هذه القيمه اكبر من واحد، معناها انه اكس ماله اسرع وافضل من واي، والعكس ايش صحيح، ف ما في شيء صعب. فاذا هذه هي الفكره، بدنا احنا نشوف كيف ممكن نحسب الاكسكيوشن تايم لل تو اكسكيوت ذا تاسك من وجهه نظر الكمبيوتر، وبناء عليه اذا عرفت التايم بقدر اعرف البيرفورمانس. واذا عرفت البيرفورمانس او الاكسكيوشن تايم فور ماني كمبيوترز، اي كان كومبير اور كالكوليت الريليتيف بيرفورمانس او السبيد اب، مين اسرع من مين. فالان كيف اقيس الاكسكيوشن تايم؟ كيف احسب الاكسكيوشن تايم؟ تايم بدي ساعه، مظبوط ولا لا؟ واحنا بنعرف يعني بمعرفه عامه انه كل الكمبيوترز الحديثه ار بيزد اون وات؟ اون ذا كلوك. كل يعني اي واحد بدش كمبيوتر بيقول لك اه فيه سي بي يو مواصفاته كذا كذا كذا، والماكسيمم فريكونسي هو 1 جيجا هرتز او 3 جيجا هرتز. شو هي هاي 3 جيجا هرتز؟ شو هو الفريكونسي؟ بيسكلي هو عباره عن الفريكونسي تبع بيريوديك سكوير ويف سيجنال بهذا الشكل. هي عباره عن 0 1 0 1 بيريوديك سكوير ويف، في لها بيريود معين تي او كلوك سايكل او سايكل تايم، شو بدك تسميها سميها. طب ليه بدي كلوك اصلا؟ هذا الكلام رح نشوفه بعدين نيكست ويك. ليه بدي كلوك جوا الكمبيوتر جوا السي بي يو؟ تو سينكرونايز الاوبريشن. يعني انت الكمبيوتر بيمشي بسيكونس معين من الستبس على الفيري هاي ليفل. شو بيسوي الكمبيوتر؟ فيتش ديكود اكسكيوت السي بي يو، هيك بتسوي صح؟ فانت الفيتش بده سم تايم، الديكود بده سم تايم، ما في شيء بصير بزيرو تايم، والاكسكيوت بده زيرو تايم. فعلى فيري هاي ليفل لو بدي اطلع عليها، معناها انا بدي طريقه اقيس الوقت اللازم حتى اخلص الفيتش، بدي طريقه احسب الديكود، بدي طريقه بدي بيس لاين، بدي بيس كلوك احسب التايم تبع الاكسكيوت واضلني استنى عشان انتقل بعدين لمين؟ للانستراكشن اللي بعده. اذا اي نيد سم تايمينج حتى اسوي تايمينج للديفرنت اوبريشنز، اي نيد سم تايم بيتس حتى اسوي سيكونسينج للاوبريشنز. فحكيتها انا باللوجيك، كنت احكيها زمان لما درسنا السيكونشال سيركتس، حكيت السي بي يو هي اتس ا فيري هيوج اند كومبلكس سيكونشال سيركت، فيها كومبينيشنال لوجيك وفيها ايش؟ سيكونشال لوجيك. فبدي حتى اسوي سينكرونايزيشن انه متى اكتب على السيكونشال اليمنتس اللي هم الفليب فلوبس او الستورج اليمنتس او الريجسترز في حالتنا او الميموري في حالتنا، لازم يكون عندي كلوك، لانه عاده التريجر تبع رايتنج تو ذا ستورج اليمنت هو عباره عن رايزنج ايدج او فولينج ايدج، مضبوط ولا لا؟ تذكروا هذا الكلام. فاذا بفكره بشكل عام اي سي بي يو في الدنيا لازم تشتغل على كلوك، لازم يكون معها كلوك، وهي الكلوك هي اللي بتحدد التايمينج تبع الاوبريشنز والسيكونسينج تبع، تستخدم في تحديد التايمينج والسيكونسينج تبع الاوبريشن. فالسايكل تايم هو واحد على الفريكونسي، فلما يقول لك الفريكونسي تبع البروسيسور تبعك هو 4 جيجا هرتز، بالتالي السايكل تايم او البيريد هي 1 على 4 في 10 قوه ناقص 9 سكندز، مضبوط؟ مقلوب الفريكونسي هو تايم، لانه اصلا الهيرتز شو هو؟ الوحده الهيرتز هي 1 على سكند، مضبوط ولا لا؟ فالان اذا السي بي يو عندها ساعه معها ساعتها، والمينيمم او الريزوليوشن تبع هاي الساعه هو السايكل. يعني السي بي يو اذا الفريكونسي تبعها 4 جيجا هرتز، معناها السايكل تايم ربع نانو سكند، هي ما بتقدر تقيس وقت اقل من ربع نانو سكند. اقل وقت بتقدر تقيسه قديش؟ ربع وملتيبلز اوف ربع، مظبوط ولا لا؟ هاي نقطه مهمه. يعني الساعه اللي معي ما بتقدر تقيس اقل من 1 سكند، لانها بتعد 1 سكند 2 سكند 3 سكند، ف الريزوليوشن الدقه تبعتها بس ايش؟ 1 سكند. الان رح استخدم هاي الساعه اللي هي الكلوك تبعت السي بي يو تو ميجر التايم،
فراح اجي احكي التايم ريكوايرد تو اكسكيوت ا بروجرام اور تو فينيش ا تاسك، هو بكل بساطه البيس يونت تبعتي، البيس تايم يونت اللي هي ايش؟ السايكل تايم، مضروبه عدد السايكلز اللي بحتاجها حتى اخلص تنفيذ هذا البرنامج. او اذا بدي اعبر عنها بالفريكونسي، هي عدد السايكلز اللي بيحتاجها برنامج معين، بده والله واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه سايكلز، فقديش التايم ريكوايرد تو اكسكيوت ذيس بروجرام؟ هو اربعه في السايكل تايم، او اربعه تقسيم لفريكونسي. This is very simple. لكن الامور مش بالبساطه هاي، يعني اذا عندي برنامج فيه مجموعه من الانستراكشنز حتى اعرف قديش بده وقت حتى يتنفذ، ما علي غير عندي يكون طريقه اعد كم سايكل اخذت واضربهم بايش؟ بالسايكل تايم. لكن الامور مش بهاي البساطه، خلينا نشوف تفصيل اكثر. فالتايم ريكوايرد تو اكسكيوت ا بروجرام از اسينشالي ذا تايم ريكوايرد تو اكسكيوت انستراكشنز. يعني اذا انا التايم ريكوايرد تو اكسكيوت ذا بروجرام هو عدد السايكلز ريكوايرد تو اكسكيوت ذا بروجرام ضرب السايكل تايم، كيف اقيس او احسب عدد السايكلز؟ واحد ممكن ينط يحكي كل انستراكشن بتاخذ سايكل، فبالتالي التايم هو النمبر اوف انستراكشنز مضروب في السايكل تايم، assuming انه كل انستراكشن تاخذ 1 سايكل، وهذا راح نشوفه نيكست ويك. This is one way to implement a process اللي هو single cycle approach، انك تفترض انه كل instruction تاخذ 1 cycle. لكن بشكل عام هذا الكلام مش صحيح. Because not all instructions take 1 cycle. يعني هاي المعادلة صحيحة زي ما راح نشوف بال single cycle implementation، لأنه كل instruction بتاخذ 1 cycle من اللحظة اللي ببلش أسوي فيها fetch للحظة اللي بخلص فيها execute، راح تاخذ كل هاي ال events بتصير ب 1 سايكل. لكن هذا الكلام مش دائما صحيح، لانه مثلا بالمالتي سايكل امبلمنتيشن مش صحيح، بالبايب لايننج مرات صحيح ومرات مش صحيح، بالايديال كيس صحيح، بالنون ايديال كيس لا، بعض الانستراكشنز ممكن تاخذ اكثر من 1 سايكل. هذا الكلام راح تشوفه تمام. فذيس از نوت ترو. طب شو اعمل؟ او شو شو معنى هذا الكلام انه مش كل الانستراكشنز بتاخذ 1 سايكل؟ شو معنى هذا الكلام؟ انه في instructions ممكن تاخذ اثنين، في instructions ممكن تاخذ اربعه سايكلز. يعني مثلا تخيل، هل التايم ريكوايرد تو فينيش ان اديشن اوبريشن هو نفسه معقول التايم تو فينيش مالتيبليكيشن؟ درسنا بشابتر 3 انه المالتيبليكيشن از مور كومبلكس، واذا كان مثلا سيكونشال مالتيبليكيشن مثلا شفنا 32 بت مالتيبليكيشن بدك 32 سايكل، بينما الاد بدها يمكن 1 سايكل. هون بتيجي الفكره انه مش كل الانستراكشنز بدها نفس الوقت، او بين قوسين مش كل الانستراكشنز بدها نفس عدد السايكل. طب كيف اعدل هي المعادله بحيث تو اكوموديت فور ذا جنرال كيس؟ هلا واحده من الكيسز ار نو يس، عدد السايكلز هو عدد الانستراكشنز، هذا صح في السنجل سايكل البروسيسور. طب كيف اعدلها؟ خلينا نحط الجنرال كيس. لو انا اخذت برنامج مكون من خلطه ميكس اوف انستراكشنز، عدد هدول الانستراكشنز N، عفوا عدد هدول الانستركشنز اي سي، اي سي اختصار لانستركشن كاونت، مكتوب على النكست سلايد. انستركشن كاونت هيك المصطلح. شو يعني انستركشن كاونت؟ عدد الانستركشنز اللي موجوده في هذا البرنامج 10 20 30 انستركشن، لكن هدول الانستركشنز من كلاسز مختلفه، بعضهم مثلا لود، بعضهم ستور، بعضهم اد، بعضهم ملتيبلاي. فهدول الانستركشنز لو كان عدد الانواع الكلاسز تبعتهم ان بشكل عام such that في عندي اي سي سب اي من كل نوع من انواع الانستركشنز. شو يعني اي سي؟ احكي انستركشن كاونت بس سب اي، يعني في عندي مثلا خمسه اد، ثلاثه لود، اربعه سبتراكت، سته ستور اند سو اون، such that there is اي سي سب اي instructions of the اي type. وهذا النوع او هذه الكلاس من الانستركشنز الاي تايب it takes CPI cycle. شو يعني CPI؟ cycle per instruction، مكتوبه برضه على النكست سلايد. فهون صارت الفكره واضحه، انه انا عندي مجموعه من الانستركشنز في برنامج معين عددهم اي سي instruction count، وهم من انواع مختلفه من كلاسز مختلفه عددهم ايش؟ ان. والكلاس الواحد في منه عدد معين من الانستركشن اي سي سب اي، وكل كلاس من الانستركشنز بياخذ ديفرنت نمبر اوف سايكلز سميته ايش؟
سايكل سبير انستركشن سي بي اي. في كيف اعدل المعادله اللي فوق حتى احسب التايم واخذ في عين الاعتبار هذا الكلام؟ بكل بساطه اجي احكي له التوتال تايم شو يساوي؟ عدد الانستركشنز من الكلاس الاول مضروبين في عدد السايكلز اللي بيحتاجوها مضروبين في السايكل تايم، بيطلع التايم ريكوايرد تو اكسكيوت الكلاس الاول من الانستركشنز اللي عددهم اي سي سب اي، زائد الكلاس الثاني كم عدد الانستركشنز مضروبين في السايكل بير انستركشن مضروبين في السايكل تايم اند سو اون. فبسويها زي هيك، اي سي عدد الانستركشنز من الكلاس الاول مضروبين بالسايكل بير انستركشن للكلاس الاول زائد عدد الانستركشنز من الكلاس الثاني مضروبين في السي بي اي، وكلهم في النهايه مضروبين بايش؟ سايكل تايم. هاي سمبل ماث مزبوط؟ بشكل مختصر بقدر اكتبها زي هيك، هي سم اي سي سب اي مضروب في سي بي اي سب اي، يعني ضربت كل انستركشن كاونت من كل كلاس بالسايكلز بير انستركشن لكل كلاس، بعدين كلهم جمعتهم وضربتهم بايش؟ بالسايكل تايم. صعبه؟ كل هذه الكركبه بس عشان اخذ في الاعتبار انه حسب نوع البروسيسور والامبلمنتيشن تبعه مش بالضروره عدد الانستركشنز يساوي عدد السايكلز. مش بالضروره بمعنى اخر انه كل انستركشن تاخذ 1 سايكل. تمام؟ هلا راح اسوي هيك لعبه بسيطه بهاي المعادله، اني راح اروح اجي اضرب في اي سي واقسم على اي سي. تغير شيء؟ ما بتغير شيء، بيختصروا مع بعض ترجع زي ما كانت. الان هذا اللي هون راح اعطيه مصطلح راح اسميه سي بي اي سايكلز بير انستركشن، بس فعليا شو رايك شو هو هذا سي بي اي؟ هو الافريج. شو هي؟ هي بسموها الافريج سي بي اي فور ذس بروجرام. This is the average CPI for this program. يعني شو سويت انا؟ ضربت الاي سي اي بالسي بي اي قسمته على الاي سي، هو ويتد افريج فعليا بالسي بي اي صح؟ للكلاس. يعني انا لما اقسم اي سي اي على اي سي واضربهم بسي بي اي يصير عندك ويتد افريج. وهذا الانستركشن كاونت اللي هو توتال نمبر اوف انستركشن في البرنامج. فبتصير عندي معادله التايم بسيطه. التوتال نمبر اوف انستركشنز ان ذا بروجرام مضروبين بذس اللي هي سي بي اي اللي هي ايش اسمها؟ افكتيف اور سي بي اي فور ذس بروجرام. هذه القيمه مش ثابته تتغير حسب خلطه الانستركشنز الموجوده وعددهم صح ولا لا؟ يعني عددهم وحسب من وين اي كلاسز هم جايين. And it depends on the instruction mix in the program. من برنامج لبرنامج تتغير. ممكن نفس البرنامج انا اكتبه بطريقه تعطيني سي بي اي افكتيف سي بي اي مختلفه عن السي بي اي لبرنامج لنفس البرنامج لو كتبه قصي او لو كتبه فرح لو كتبته اي حد ثاني سي بي اي ممكن تكون مختلفه. تمام؟ الاي سي ممكن تكون مختلفة. تمام؟ وهون بيجي دور الكومبايلر. الكومبايلر زي ما حكينا لازم يلاقي افضل خلطه من الانستركشنز تعطيك افضل ايش؟ اداء. تمام؟ فهذه هي المعادله اللي بتهمنا. الخلاصه كالتالي: التايم تو اكسكيوت ا بروجرام هو الانستركشن كاونت في الافكتيف سي بي اي في السايكل تايم. لو اكتبها بدلاله الفريكونسي هو انستركشن كاونت في سي بي اي مقسوم على كلوك ريت او على اف سي ار يعني كلوك ريت. طب شو هي السي بي اي؟ زي ما شفنا هي الافريج سي بي اي، هي الاي سي اي من هذا الكلاس مضروبه في كم سايكل الانستركشنز الموجوده في هذا كل واحده من هذول الانستركشنز في هذا الكلاس بتحتاج مقسومه على التوتال كم. واذا صار معي التايم بقدر احسب شو؟ بيرفورمانس. تمام؟ فلاحظ هذا الكلام كله فعليا بس بقيس الاكسكيوشن تايم، التايم اللي انا بحتاجه حتى انفذ هذول الانستركشن. تمام؟ اللي هو اللاتنسي تو فينيش ذا تاسك. الان قبل ما نشوف اكزامبلز على هذا الكلام، هاي لو اجي اخذ اي سي سب اي واقسمها على اي سي، شو ممكن هاي شو ممكن اعرفها شو هي؟ يعني اني اخذ عدد الانستركشنز من الكلاس الاول اقسمه على التوتال نمبر اوف انستركشنز نسبتهم. هاي مرات بكتب حشوف اكزامبل، هذه هي اف سب اي الفريكوانسي اوف ذا انستركشنز او البورشن اوف ذا انستركشنز من هذا الكلاس. فمرات هذه اذا بدك تكتبها زي هيك سي بي اي تساوي سم اوفر ان اوفر اي على الفريكوانسي
لكلاس اي مضروب بايش؟ سي بي اي سباي. فاذا هذا شكل اخر عشان اكتب هاي المعادله، لانه مرات بيعطيني نسبه الانستركشنز من هذا الكلاس من التوتال نمبر اوف انستركشنز، وما بيكون معطيني التوتال كاونت. ما بيهمني لما احسب مرات نسبه وتناسب بيرفورمانس لكمبيوتر اكس على بيرفورمانس لكمبيوتر واي لنفس البرنامج، الانستركشن كاونت ثابت، فمرات ما بيعطيك اياه، بس بيعطيك توزيعة الانستركشنز نسبتهم من نسبة كل نوع من انواع الانستركشنز من الاوفر اول نمبر اوف انستركشنز. تمام؟ صعبة؟ ما في غيرها، هاي المعادلة الوحيدة اللي في كل الكورس، يمكن المعادلات الوحيدة. خلينا نشوف اكزامبل بسيط to put things بشكل مرتب. In a certain program بحكي لي في عندي 1000 instructions were executed on a CPU. لاحظ هون نقطة مهمة، مرات البرنامج ممكن يكون فيه 2000 instruction، بس هل بالضرورة يتنفذوا كلها؟ لا، حسب اللوجيك تبع البرنامج ممكن أسوي سكيب لبعض أنت كاتب كل شيء في الكود تبعك، بس هل كله بيتنفذ؟ لا، عشان هيك اسمه execution time. فأنت you are measuring the time required to execute the executed instruction. ف 1000 instructions were executed on a CPU that is running at 1 gigahertz. If the instruction counts and the CPI for each class are given below in the table. يعني هون انا معطيني في عندي 3 instruction classes. ثلاث انواع من الانستركشنز موجوده في نفذت، موجوده في هذا البرنامج ونفذت. يعني ممكن هذه والله ار تايب، هذه لود مثلا، هذه برانش مثلا، تخيل. بغض النظر مين هم، هو حكى لي في ثلاث انواع من الانستركشنز، والانستركشن كاونت هذه الاي سي سب اي فعليا. اول نوع فيه 200 وهذا فيه منه 300 وهذا فيه منه 500. وهون معطيني الكلاس سي بي اي، يعني هذه مين؟ سي بي اي سب اي فعليا. مظبوط؟ فبحكي لي how long does it take to execute the program straightforward، تعويض مباشر. يعني التايم هو الـ IC total instructions CPI effective CC. فراح حسب الـ effective CPI. الـ effective CPI شو هي؟ هي 200 ضرب 2، 300 ضرب 3، 500 ضرب 1، بعدين ايش؟ اجمع. مظبوط؟ فلو سوينا هاي الحسبة 200 في 2 زائد 300 في 3 زائد 500 في 1 على التوتال كاونت، طلعت معاي 1.8. هاي شو هي؟ سي بي الافكتيف سي بي اي. شو الوحده تبعتها؟ اليونت تبعتها يونت ليس. هي شو اسمها؟ شو اسمها؟ سي بي اي سايكلز بير انستركشن. فهذه اليونت تبعتها سايكلز بير انستركشنز، كم سايكل بحتاج لتنفيذ هذا البرنامج on average per instruction. يعني الانستركشن الواحده كم سايكل بتاخذ on average للتنفيذ، هيك معناها. شو معناها average CPI؟ انا من اخذت السي بي ايز للديفرنت كلاسز ضربتهم ويتد بالعدد الانستركشنز قسمتهم على التوتال. ف هذا average number of cycles required to execute every each instruction in the program طلعت 1.8 cycles per instruction. هلا بكل بساطه باخذها 1000 instruction اللي هي IC ضرب CPI ضرب cycle time. cycle time هو واحد على frequency، مضبوط؟ هي 1 نانو سكند، او لو ضربت ب 1 نانو سكند طلع بده 1.8 مايكرو سكند. 1.8 مايكرو سكند. تمام؟ اصلا لو ارجع لهي المعادله، شو اليونت تبعت التايم؟ سكند. مضبوطه بتطلع؟ هاي شو اليونت تبعتها؟ instructions. مظبوط؟ عدد الانستركشنز. طيب هاي شو اليونت تبعتها؟ سايكل على انستركشن. مظبوط؟ وهاي شو اليونت تبعتها؟ تايم بير سايكل. مظبوط؟ تروح سايكل مع سايكل، انستركشن مع انستركشن، شو بتطلع الوحده؟ تايم سكند. مظبوط؟ او مينت او وات ايفر. تمام؟ فانا دائما بحب الناس اللي بتدرسوا فيزياء ورياضيات، بالذات فيزياء، طريقة حلوة انك تحفظ القانون مرات، انك تعرف وحدة كل variable موجود عندك
بسهوله بتقدر تتاكد انك حافظ صح ولا لا. مظبوط؟ طيب نشوف اكزامبل ثاني. Suppose the computer A, that computer A has a clock of 250 picosecond and effective CPI 2.0 for some program. يعني لما أخذت برنامج معين نفذته على processor A اللي الكلوك تبعته البيريود تبعتها 250 picosecond وأخذت computer B والكلوك تبعته البيريود تبعتها أو الكلوك سايكل 500 وافكتيف سي بي اي 1.2 لنفس البرنامج. يعني نفس البرنامج سويت له ران على كمبيوتر A، سويت له ران على كمبيوتر B بالمواصفات الموجوده، بحكي لي which computer is faster، وين البرنامج هذا راح يتنفذ بشكل اسرع. صعبه؟ هلا لاحظ هون في تفاصيل ما بعرفها، الانستراكشن ميكس واللي هو شو توزيعه الانستراكشنز بين الديفرنت كلاسز، التوتال نمبر اوف انستراكشنز برضه مش عارفه، لكن ما بهمني لانه في النهايه لازم راح نشوف راح اسوي نسبه وتناسب، لانه هو نفس البرنامج لما نفذته على كمبيوتر A طلعت الافكتيف سي بي اي 2، لما نفذته على كمبيوتر B طلعت الافكتيف سي بي اي 1.2، لكن الكلوك ريتس تبعتهم مختلفه، بس نفس الانستراكشنز اللي تنفذت على A هي نفس الانستراكشنز اللي تنفذت على B. يعني فشو عمل؟ بدي احسب التايم تبع كمبيوتر A والتايم تبع كمبيوتر B، فالتايم تبع A هو الانستراكشن كاونت في الافكتيف سي بي اي في الكلوك سايكل. بيطلع كم؟ 500 ضرب ايش؟ اي سي. مجهول الاي سي ما بعرف. طيب التايم ريكوايرد تو اكسكيوت اون B نفس الشيء، هو الانستراكشن، لاحظ الانستراكشن كاونت هو نفسه، ليش؟ هذا الافتراض انه عدد الانستراكشنز اللي تنفذوا على A هو نفس عدد الانستراكشنز اللي تنفذوا على B، بس ممكن الانواع تبعتهم مختلفه. ليش؟ كيف عرفت انه الانواع مختلفه؟ لانه السي بي اي مختلف، يعني ممكن اللي كتب الانستراكشنز اللي تنفذت هون مختلفه عن الانستراكشنز، بس البرنامج هو نفسه، البرنامج هو نفسه. فطلعت معي 1.2 في 500، طلعت معي 600 في الانستراكشن كاونت. الان كيف اعرف مين احسن؟ واضح، يعني مين بياخذ وقت اكثر؟ بي. فاذا لو اسوي احسب الريلاتيف بيرفورمانس او السبيد، بيرفورمانس اوف اي على بيرفورمانس اوف بي، يعني تايم اوف بي على تايم اوف اي اللي هي 600، هاي بتروح مع هاي تطلع 1.2. شو يعني 1.2؟ يعني اي از 1.2 فاستر ذان ايش؟ بي. اي از 1.2 فاستر ذان بي. تمام؟ فالفكره بسيطه، هي نفس المعادلتين ومنحوم حواليهم. هذا الاكزامبل شوي فيه تفاصيل، بحكي لي واحد قاعد بصمم كومبايلر. A compiler designer is trying to decide between two code sequences for a computer. يعني it is the same computer بس في عنده طريقتين، خلينا نحكي to compile a certain program. The CPI for different classes of instructions is given in the table. بعطيني هون ايش؟ ال CPI للديفرنت انستراكشن كلاسز، كلاس A، كلاس B، كلاس C. فهذا الكلاس بياخذ 1 سايكل بير انستراكشن، 2 سايكلز بير انستراكشن، 3 سايكلز بير انستراكشن. فالان عنده 2 كود سيكونسز، طريقتين لكتابه الكود. السيكونس 1 والسيكونس 2. ولما كتبهم وجد انه سيكونس 1 فيها 2 انستراكشنز من كلاس A، 1 انستراكشن من كلاس B، 2 انستراكشنز من كلاس C. لما راح كتب بطريقه اخرى اللي هي سيكونس 2، وجد انه بقدر اكتبها بنفس البرنامج، بقدر اكتبه باستخدام 4 instructions من كلاس A، 1 instruction من كلاس B، 1 instruction من كلاس C. هو بيسالني الان which code sequence executes the most instruction؟ مين الكود سيكونس اللي بتنفذ، يعني مين اللي له اعلى اي سي؟ مضبوط؟ مين؟ هذا شو الاي سي تبعته؟ A sequence 1 2 1 و2 5، وهذا 4 1 و1 6. فمين اللي executes most instruction sequence 2 فعلي. يعني هون زي كانه بيسالني عن مين اللي له اعلى instruction count. Which will be faster and what is the effective CPI for each sequence؟ اصلا حتى اعرف مين faster لازم اعرف the effective CPI. فما في شيء جديد هون. It is the same processor، انتبه it is the same processor. شو يعني same processor؟ يعني نفس الكلوك ونفس نفس ال cycles per instruction class.
يعني لاحظ في 3 classes A و B و C، بس الـ CPI for the class is the same لأنه نفس البروسيسور. شو اللي تغير؟ تغير الطريقة اللي كتب فيها البرنامج، الطريقة، عدد الانستراكشنز تغير، أنواع الانستراكشنز تغير، توزيعتهم مظبوط؟ فبالتالي ممكن البرفورمانس يكون مختلف. فهون في شيء ثابت اللي هو الكلوك ريت ثابت مظبوط، الايزا ثابته بمعنى اخر، او الامبلمنتيشن ثابت، مش الايزا، الامبلمنتيشن ثابت، هل الايزا ثابته لانه نفس الكمبيوتر، لكن الامبلمنتيشن ثابت برضه بمعنى اخر، عدد السايكلز بير كلاس انستركشن كلاس ماله ثابت. فالان شو اعمل؟ راح اروح احسب التايم السي بي يو سايكلز فور كود سيكونس 1. شو راح اعمل؟ راح اخذ 2 في 1 زائد 2 في 1 زائد 3 في 2، 2 في 1، 1 في 2، 2 في 3. هذا ايش؟ توتال نمبر اوف سايكلز فور سيكونس 1. نفس الشيء راح اضرب 1 في 4، 2 في 1 و3 في 1، طلع كم؟ 9. 9 ايش؟ شو اليونت؟ سايكلز. ضربت السي بي اي في الانستراكشن كاونت، يعني سايكلز على انستراكشن في انستراكشن بيطلع اليونت سايكل. طيب بعدين شو اعمل؟ بدي احسب التايم. راح احكي اول راح احسب السي بي اي. السي بي اي فور كلاس 1 شو راح تكون؟ سي بي اي فور سي بي يو سايكلز 1 على الانستراكشن كاونت اللي هي 10 على 5، مش شوي طلعت الانستراكشن كاونت 5، تطلع كم؟ سايكلز بير انستراكشن، هاي سي بي اي. سي بي اي 2 راح تطلع 9 على 6. طبعا الاي سي الانستراكشن كاونت، اذا بدي احسب التوتال نمبر اوف سايكلز ريكوير اضرب انستراكشن كاونت بير كلاس بالسايكل بير انستراكشن اللي هي القيم اللي فوق، ف9 على 5 طلعت 1.5. فالان مين احسن؟ بدي احسب بيرفورمانس. تايم 1 قارن لي السيكونس 1 مع سيكونس 2، 2 على 1.5 طلع 1.3، فمين احسن؟ الاول. هلا لو قارنت 2 مع 1 راح يطلع قيمه اقل من 1، يعني السبيد اب او الريلاتيف بيرفورمانس اقل من 1، يعني 2 اسوء او ابطا من 1. تمام؟ صعبه؟ هي مهمه، الافكار بسيطه بس مهمه. ممكن انا حسب ما اسوي امبلمنتيشن للايزا يكون فعليا كل انستراكشن تاخذ 1 سايكل. ممكن اذا بسوي امبلمنتيشن بطريقه مختلفه زي ما راح نشوف في شابتر 4، تصير مثلا الاد تاخذ 3 سايكلز، اللود تاخذ 5، الستور تاخذ 4، البرانش تاخذ 3 او 4 زي ما راح نشوف. فبصير عدد السايكلز ماله يعتمد على نوع الانستراكشن. وفي بعض الانستراكشن زي الجمب راح تلاقيها مرات بتاخذ 3 ومرات بتاخذ 4. ليش؟ لانه مرات اذا بسوي برانش بتاخذ 4، اذا بتاخذ تسويش برانش بتاخذ 3. هذا الكلام راح نشوف. اوكي، فالان من الاكزامبلز هذول اللي شفناهم ومن المعادله البسيطه اللي معانا، على ايش يعتمد الاكسكيوشن تايم؟ يعتمد على 3 فاكتورز، الانستراكشن كاونت والافكتيف سي بي اي والكلوك سايكل تايم، صح ولا لا؟ والكلوك سايكل تايم. طيب هذول الثلاثه فاكتورز الديتيرمينانتس المحددات تبعت التايم، شو اللي بيحددها اصلا؟ شو اللي بياثر عليها؟ هذا الجدول فعليا بيعطيني فكره انه شو اللي ممكن يغير الاي سي، شو اللي ممكن اللي يغير الافكتيف سي بي اي، شو العوامل اللي ممكن اللي تغير السايكل تايم. فمثلا الالجوريثم، يعني الطريقه اللي بفكر فيها انا في كتابه البرنامج تبعي، على ايش ممكن تفكر تاثر؟ ممكن تاثر على عدد الانستركشنز، ممكن تاثر على الافكتيف سي بي اي. كيف يعني؟ تخيل انت بدك تكتب كود برنامج، جزء من الكود انت بدك تضرب ب 16، فرحت كسبت مثلا والله ملتبلاي اكس في 16، استخدمت ملتبلاي انستركشن، فانت استخدمت 1 انستركشن. بينما واحد الثاني نفس الكود بهذيك المنطقه بدل ما يضرب في 16 راح شو سوى؟ كتب فور لوب وسوى ريبيتد اديشن، فعدد الانستركشنز اللي راح تتنفذ في الحاله الثانيه اكثر من عدد الانستركشنز راح تتنفذ في الحاله الاولى. هناك 1 انستركشن انت راح تعد 1 انستركشن، بينما هناك راح تعد يمكن
عدد الايتريشنز في عدد الانستركشنز جوا اللوب كعدد انستركشنز. هلا مظبوط المالتي بلاي الكلوك سايكلز تبعها السي بي اي تبعها ممكن يكون اعلى، بس الاوفر اول سي بي اي سايكلز ريكوايرد تو اكسكيوت اللوب برضه ممكن يكون اعلى لسه من المالتي بلاي. اذا الطريقه اللي بفكر فيها، النمطيه اللي بفكر فيها لكتابه الكود تبعي من ناحيه عدد انستركشنز، من ناحيه خلطه الانستركشنز، نوع الانستركشنز اخدمهم، راح ياثر على الانستركشن كاونت، ممكن ياثر على الافكتيف سي بي اي. تخيل بدل ما تستخدم مالتي بلاي انستركشن حتى تضرب ب 16، رحت سويت شيفت ليفت انستركشن، انه اسرع كسايكلز غالبا الشيفت شيفت مظبوط، واذا استخدمت بارل شيفتر تصير الامور لسه اسرع وايش واسرع. تمام، فالالجوريثم ديتيرمينز ذا نمبر اوف سورتس اوف بروجرام انستركشنز تو بي اكسكيوتد، ذا الجوريثم ماي فيفر اولسو فيفر سلوور اور فاستر انستركشن، هي النقطه اللي حكيتها. هلا لغه البرمجه اللي بستخدمها برضه بتاثر على الانستركشن كاونت وعلى السي بي اي. فاذا بكتب بلغه الجافا ممكن الانستركشن كاونت والافكتيف سي بي اي يكون اعلى فيما لو كتبت بلور ليفل لانجوج اللي هي زي سي بلس بلس. ليش؟ لانه في الجافا في عندي هاير ابستراكشن، انت الكود اللي تكتبه بالجافا ما بيتنفذ مباشره على السي بي يو. شو بيكون فيه؟ في وسيط مظبوط، شو هي؟ الانفايرمنت تبعت الجافا، الفيرتشوال ماشين مظبوط، الفيرتشوال انجن تبعت الجافا، هي بتحول لبايت كود وبعدين بتحول ل الايزا تبعت البروسيسور. فانت مثلا حتى تشغل نفس البرنامج على انتل بروسيسور بتروح تجيب جافا فيرتشوال انفايرمنت او ران تايم انفايرمنت، يسمونها جافا ران تايم انفايرمنت خاصه للانتل بروسيسور عشان تحول لك من جافا لبايت كود اللي هو بايت كود، تحوله للايزا تبعت الانتل. اذا بدك تسوي رن على ريسك 5 بروسيسور لا، بدك تشوف تجيب جافا ران تايم انفايرمنت مختلفه. انت لو رحت اليوم تدخل على موقع الجافا تلاقي فيه فيرجنز مختلفه لديفرنت بروسيسورز. ليش؟ لانه الترجمه اللي بدها تصير ايش مختلفه. تمام، فلانه في ابستراكشن في الجافا لما تتحول الستيتمنتس في الجافا ل اسمبلي في اوفر هيد ممكن يصير عندك، بالاضافه انه هذا الابستراكشن بيتطلب برضه اديشنال انستراكشنز. الكومبايلر، نوع الكومبايلر والافكتفنس تبع الكومبايلر ممكن ياثر على الاي سي وعلى السي بي اي، زي ما شفنا بالاكزامبل سيكونس 1 وسيكونس 2، واحد كتب نفس البرنامج بسيكونس اوف انستراكشنز مختلف عن اللي كتبه واحد ثاني، اختلفت الاي سي اختلفت السي بي اي. الايزا نفسها بتاثر على الثلاثة شغلات. كيف ممكن تاثر على الانستراكشن كاونت؟ تخيل في عندك ايزا زي اللي موجوده مثلا بالبيك مايكرو كنترولر البسيطه، ما فيها ملتي بلاي انستراكشن، ما فيها، فكيف راح شو راح تسوي انت؟ راح تكتب فور لوب وبالتالي الانستراكشن كاونت، حتى تسوي ملتيبليكيشن راح تكتب فور لوب وبالتالي الانستراكشن كاونت راح يزيد مظبوط؟ فبتاثر على هذا الموضوع. طريقه التنظيم للبروسيسور زي ما راح تشوف في تشابتر 4 بياثر على السي بي اي. فاذا انت اخترت انه سنجل سايكل امبلمنتيشن راح تلاقي الافكتيف سي بي اي يساوي دائما واحد، لانه كل انستراكشن تاخذ 1 سايكل. وبنفس الوقت الطريقه اللي بتصمم فيها البروسيسور زي ما راح نشوف ايضا في تشابتر 4 بتاثر على طول السايكل او على الفريكوانسي. بالسنجل سايكل راح تلاقي انه بدك سايكل تايم كثير طويل مقارنه بالمالتي سايكل، تلاقي السايكل تايم ماله بصغر. هذا راح نشوفه بالتفصيل بتشابتر 4، فخليك مذكر هذا الجدول عشان تشوف كيف انه لما اغير طريقه الامبلمنتيشن للايزا هذا بياثر على السي بي اي وبيأثر برضو على ايش؟ السايكل تايم. التكنولوجي، طريقة التصنيع، التكنولوجي المستخدمة في بناء البروسيسور. خلص بدك تبنيه. فهذا الكلام بيأثر على السايكل تايم، لأنه السايكل تايم التكنولوجي فعليا بتأثر على الديلي، بتحدد الديلي. يعني بتلاقي مثلا استخدمت مثلا تكنولوجي تي تي ال تكنولوجي او سيموس تكنولوجي، سيموس تكنولوجي ب 44 مثلا 40 نانومتر 40 مايكرومتر، غير لما تستخدم مثلا اصغر واكبر. فهذا كله، هاي طريقه نوع التكنولوجيا المستخدمه في بناء الترانزستورز وبالتالي بناء الجيتس وبالتالي بناء الهاردوير كله يعتمد على، يؤثر على الديلي.
والديلي بيحدد فعليا السايكل تايم. اذا كان عندك الديلي الورست كيس ديلي اللي حكينا عنه في اللوجيك شوي مره مثلا 1 نانو سكند، معناها يو كانوت ميك ذا سايكل تايم ليس ذان 1 نانو سكند، لانك اذا بدك تسوي التاسك اللي بدها 1 نانو سكند ما بصير تقرا النتيجه تبعتها قبل ما يمر 1 نانو سكند، معناها السايكل تايم ما بصير يكون اقل من 1 نانو سكند. وبرضه هاي التفاصيل راح تصير واضحه لقدام بتشابتر 4 لما نبلش فعليا نسوي امبلمنتيشن ونحط everything together، بصير مفهوم عندنا انه ليش انا اذا الديلي 1 نانو سكند ما بدي، ما بصير تكون السايكل تايم اقل من 1 نانو سكند. تمام، هذا الجدول مهم لانه بيورجيني انه باكد لي انه هذول هم الديتيرمينانتس تبعت البيرفورمانس او تبعت التايم. طب شو بياثر عليهم؟ شو اللي بيحدد قيمهم فعليا؟ شو اللي ممكن يغير من قيمهم؟ فاكتورز مختلفه، الالجوريثم، البروجرامينج لانجويج، الافيشنسي تبعت الكومبايلر، قديش الكومبايلر شاطر بيعرف يحول الهاي ليفل ستيتمنت ل لو ليفل ستيتمنت اسمبلي انستراكشنز باقل عدد وباقل كومبلكسيتي من الانستراكشن، the lowest complexity of instruction. اوكي طيب خلينا نشوف كمان اكزامبل. A certain processor that has four instruction classes، يعني ال n تساوي اربعه، اربعه classes of instructions اللي هم ALU، load وstore وbranch. تمام؟ is to be modified، بدي اعدله، انا ديزاينر وبدي اعدل من تصميم هذا البروسيسور. Using different approaches. عندي خيارات مختلفة حتى اعدل من تصميمه، طب شو هدفي من تعديل تصميمه اني احسن من ادائه؟ The details of the program used in evaluating different approaches are given in the table below. فانا حتى مش بدي اعدل فبدي اقيس الاداء، كيف بدي اقيس الاداء؟ عادة بجيب برنامج استخدمه للفحص. ولازم اسوي ران لكود معين عشان اسوي الفحص. فجبت برنامج معين بنسميه بنش مارك عادة. وفي بنش ماركس ستاندرد بسموها السبيك بنش ماركس. ما حكيت عنها، انا شلتها. بس اذا بدك بالكتاب موجوده، يعني اذا شركه انتل بدها تقيم اداء البروسيسور تبعها، وشركه اي ام دي بدها تقيم اداء البروسيسور تبعها، وشركه ابل بدها تقيم البروسيسور تبعها. كيف بدهم يقيموا الاداء اذا كل واحد بده يختار البرنامج تبعه؟ ما بزبط، لانه ممكن انا اختار برنامج يكون افضل للبروسيسور تبعي من فيما لو نفذته على بروسيسور من شركه اخرى. ففي منظمه عالميه اسمها السبيك، هاي السبيك في عندها برامج خاصه والله ومتعدده، مش برنامج واحد، كثير برامج. اشي بيقيس اداء الانتجر اوبريشنز، اشي بيقيس اداء الفلوتنج بوينت، اشي بيقيس اداء الميموري اكسس، اداء الاي او، شيء بيقيس الاوفر اول بيرفورمانس. وموجودين هدول البرامج، وانت كشركه اذا بدك تقارن مع الناس الثانيه او تقيم اداء البروسيسور تبعك تستخدم هدول البرامج. فلنفرض هون انه هذا البرنامج هو البرنامج البنش مارك، المعيار، البرنامج القياسي خلينا نحكي اللي بدي استخدمه حتى اقيم البرنامج بتفاصيله. معطيني الاي ال يو بتاخذ 1 سايكل، الاي ال يو انستراكشنز، اللود انستراكشنز بتاخذ 5 سايكلز، 3 سايكلز، 2 سايكلز. هذا من وين بيجي الارقام هاي؟ من تصميم البروسيسر. البرنامج معطيني الفريكونسي اوف انستراكشنز، حكى لي 50% من الانستراكشنز هم ايش؟ اي ال يو، 20% هم لود، 10% ستور، 20% برانش. فبحكي لي بدي اعدل البروسيسر، طب شو الخيارات اللي عندي؟ بحكي لي الابروتش الاول A cache is added، والكاش رح تدرسه انت بعدين بالاركتكتشر تو، اللي هو ميموري صغيره بتنحط جوا البروسيسور حتى تقلل من التايم ريكوايرد تو اكسس الميموري بكل بساطه. فلما لو انا بدي اعدل البروسيسور تبعي بحيث اني اضيف كاش على البروسيسور، حيؤدي هذا الكلام انه بقلل الافرج لود تايم تو 2 سايكلز. فلاحظ هون اللود تايم 5، بس اذا حطيت كاش بصير اللود تايم 2، يعني سايكلز للود سي بي اي للود بصير 2. الابروتش الثاني A branch prediction scheme is used and it cuts down the branch time by one cycle. طبعا البرانش بريدكشن برضه راح تاخده باركتكتشر 2. فالبرانش بالابروتش الثاني بدل ما هي اثنين بتصير كم؟ بتصير واحد. طبعا كل هدول الخيارات ما راح اسويهم مع بعض، انا بسويهم عندي مسموح لي اسوي واحد منهم.
تمام. الابروتش الثالث السكند اي ال يو از ادد تو اكسكيوت تو اي ال يو انستراكشنز ات ذا سيم تايم، هذا نسميه سوبر سكيلر بروسيسور. هو نفس الكنترول يونت بس في عنده تو اكسكيوشن انجنز، يعني عنده تو اي ال يوز اسمه سوبر سكيلر. فلما اضيف كمان اي ال يو معناها انا بقدر اسوي اد وسبتراكت بنفس الوقت. اوكي، اد وسبتراكت بنفس الوقت، فبترتب على هذا الكلام انه انا بقدر اسوي 2 ALU instructions at once، وكانه ال ALU instruction الواحده قديش بتصير تاخذ بدل 1 سايكل، بتصير تاكل وكانها ايش؟ نص سايكل. فالان الفكره بدي اشوف مين من هدول الخيارات افضل مقارنه بالكمبيوتر الاصلي اللي هو ايش؟ مش معقد. تمام؟ اه بس اذا انا عندي 10 ALU instructions تمام، بالوضع الطبيعي كل واحدة بتاخذ 1 سايكل، فبدي 10 سايكل مزبوط. بس اذا بقدر انفذ ثنتين بنفس الوقت بصير كم سايكل بدي؟ 5. بس الافكتفلي زي كانك سويتي ايش؟ السايكل، عدد السايكلز بير اي ال يو انستراكشنز اون افريج شو بصير؟ نص، لاني بقدر اسوي ثنتين ان بارل. لا هلا السايكل هي ظلت بدها 1 سايكل بس بالحساب بتطلع وكأنها نص سايكل. ما في شيء اسمه نص سايكل، المينيمم تايم هو 1 سايكل بس افكتفلي، يعني بقدر اسوي تنتين ان باراليل، قديش الاوفر اول تايم تو اكسكيوت 2 اي ال يو انستراكشنز؟ 1 سايكل، وكأنه السي بي اي تبعتها بتصير نص سايكل. ايوه. خلينا نشوف كيف. لو نحسب للكمبيوتر الاوريجينال اللي بدون تعديل، فراح اضرب السي بي اي سب كي بالفريكونسي عشان احسب مين الافكتيف سي بي اي. هاي الفريكونسي شو هي؟ تتذكروا كتبناها قبل شوي، اي سي اي على اي سي مظبوط. فاضرب 0.5 في 1، 0.2 في 5، 0.1 في 3، 0.2 في 2، فبيطلع معاك الافكتيف سي بي اي 2.2. هلا لاحظ هون في شيء ثابت، شو هو؟ الانستركشن كاونت ثابت لانه it is the same program, it is the same processor مظبوط، it is the same CPI per class. فالاي سكشن كاونت ثابت، السايكل تايم ثابت ما اعطاني اياه مظبوط. اذا شو الشيء اللي راح يحكم التايم؟ effective CPI او الافرج CPI. فالان هاي الفكره. الان لو اروح للابروتش الاول واحسب الافكتيف سي بي اي، فعليا الابروتش الاول بغير لي اللود تايم لقديش؟ لاثنين مظبوط. فبصير 0.2 ضرب 2 اللي هي بتصير كم؟ 0.4، والباقي ماله؟ بضل نفسه. فبتطلع الافكتيف سي بي اي 1.6. فواضح اكيد انه اضافه كاش على هذا البروسيسور تخلي الاداء احسن، تخلي الاداء احسن. لكن هل هو احسن من الاذر اوبشنز؟ خلينا نشوف الاوبشن اللي بعده. الاوبشن اللي بعده الابروتش الثاني بيحكي لي انه انا استخدمت شيء اسمه برانش بريدكشن، وهذا البرانش بريدكشن اذا استخدمته بينزل لي البرانش تايم باي 1 سايكل، فهي بتصير 1 مظبوط. فاذا 0.2 في 1 بتصير قديش؟ 0.2. باقي الاشياء بتضلها ايش؟ زي الاصل. لاحظ انا ما عم بعدل مره واحده بطريقه واحده، فبتطلع اذا بتحسبها 2.0. فواضح من السي بي اي انه الاوبشن الثاني مش افضل من الاوبشن الاول. الاوبشن الثالث او الابروتش الثالث السكند اي ال يو از ادد، زي ما حكينا هذا الكلام معناه وكانه صارت ال اي ال يو انستراكشنز تاخذ 0.5. ما في شيء اسمه 0.5 يا برح مظبوط، ما في شيء اسمه 0.5 سايكل لانه السايكل لا تتجزأ، لكن ظاهريا افكتفلي وكانها سي بي اي للاديشنز للاف اي ال يو انستراكشنز بصير 0.5. ف 0.5 ضرب 0.5 بتصفي قديش؟ 0.25، وباقي الاشياء هدول نفس مين الاوريجينال طلعت 1.95. فقبل ما نحسب السبيد اب، بس واضحه صح ولا لا؟ شو السبيد اب؟ بدي اقارن التايم البرفورمانس لل موديفايد كمبيوتر على الاوريجينال، فهقسم بيرفورمانس على بيرفورمانس، بيرفورمانس موديفايد على بيرفورمانس اوريجينال، يعني تايم اوريجينال على تايم موديفايد. وشو هو التايم؟ اي سي في سي بي اي في سي سي، الاي سي والسي سي نفس القيم بيختصروا. ف
I will end up dividing this على هاي وthis على هاي وthis على هاي. فالسبيد اب بيطلع 1.375 1.1 1.12، وهو واضح اصلا بالنسبه لنا احنا انه الخيار الاول اضافه الكاش هي اللي بتعطيني ايش؟ الاداء الافضل. يعني انا اللي سويته اخذت البيرفورمانس للموديفاي على بيرفورمانس لاوريجينال، اللي هو يساوي تايم اوريجينال على تايم موديفاي، مظبوط؟ ويساوي اي سي في سي بي اي اوريجينال في سايكل تايم على اي سي في سي بي اي موديفايد في سي سي. عشان تخيل معي نفس البرنامج ونفس الكمبيوتر نفس البروسيسور، سايكل تايم نفسه، فالسبيد اب تبعي صفه هو سي بي اي اوريجينال على سي بي اي موديفايد. وانا بتوقع انه التحسين التغيير اللي اسويه يسوي لي تحسين في الاداء، بس مش بالضروره دائما. هلا جرب في البيت احسب لو اني سويت كل الخيارات مع بعض، هل بيطلع احسن ولا أسوأ؟ واحكي لي شو الجواب بيطلع معك. يعني تخيل حالك انك انت سويت تعديل بحيث هاي صارت 0.5 واللود صارت 2 وهي صارت 1، واحسب لي لو اخذت كل التعديلات مع بعض شو بيصير معك. طبعا ممكن غالبا يطلع معك افضل من ناحيه تايم، لكن بدي اخذ في عين الاعتبار سواء اخذت واحد من هدول التعديلات او اخذتهم كلهم مع بعض او اخذت اثنين منهم مع بعض. It is not only about performance. في شغلات اخرى بتحكم في الموضوع، زي ايش؟ كوست، زي الباور. الباور كثير مهمه. انا برضه كنت شارحها زمان بس برضه شلتها، بديش يعني اوسع الموضوع. بس انت مثلا ممكن تحكي والله والله مزبوط، هذا بحسن الاداء بنسبه 37.5%، هو احسن بنسبه 37.5%، لكن بترتب هذا الكلام دبلينج الباور. بينما هاد مضبوط 1.1 بس ما بياثر عليه كثير، والله بيزيد الباور كونسمشن ب 20%. فشو بيصير تحسب انت؟ تصير تحسب بيرفورمانس، ريليتيف بيرفورمانس وذ ريسبكت تو باور. بتحكي السبيد اب، السبيد اب على باور، فالباور الزياده اللي بحتاجها تاخذ في عين الاعتبار ايش؟ فبتقسم البيرفورمانس على باور، فكل ما كانت الباور المستهلكه اقل كل ما زاد الاوفر اول بيرفورمانس. ففي ناس كنت اشرحها زمان، البيرفورمانس بعدلها اذا بدي اخذ الباور في عين الاعتبار، اللي هي باخذ البيرفورمانس القديم هذا اخليه ستار على الباور. طب ولو بدي اخذ الكوست برضه، كل ما كانت الكوست اقل الاوفر اول بيرفورمانس ضرب الكوست، هذه خليها عندك معادله بسالك عليها. اذا بدي اخذ في عين الاعتبار مش بس التايم كالبيرفورمانس، هلا البيرفورمانس شو يساوي؟ واحد على تايم. بس اذا بدي اخذ في عين الاعتبار انه البيرفورمانس وذ ريسبكت، بدي اخذ في عين الاعتبار الباور، بدي اخذ في عين الاعتبار التكلفه، فبدي اقسم البيرفورمانس على الباور. ليش؟ لانه كل ما قلت الباور كل ما الريلاتيف بيرفورمانس مع الباور بصير ايش؟ احسن. كل ما قلت الكوست انا بفضل بيرفورمانس بير كوست، مظبوط؟ يكون اعلى، فبقسم على الكوست. وبسألك أنا مرات إنه لو كانت التغيير اللي سويته بيعطيني بيرفورمانس أحسن بس بتصير الباور كونسبشن هالقد، أنه أفضل لك؟ فبتحسب البيرفورمانس على الباور وبعدين بتقسمهم كلهم مع بعض. فأنت بتحكي بيرفورمانس لـ A على بيرفورمانس لـ B، شو يساوي؟ هو بيرفورمانس على الباور لـ A تقسيم بيرفورمانس لـ B على الباور لـ B، فزي كأنك إيش؟ تضرب في باور B على باور A. السبيد اب سوي لك حسبه هيك معادله. اكزامبل 5 given a program at this level لسه سهله هي with 10 to the power to 6 instructions with the following mix. هذا برنامج فيه mix of instructions 10% A 20% B 50% C 20% D. If this program is executed on two different processors with the specification given in the table. يعني نفس البرنامج بنفس الميكس بنفس الكاونت نفذته على تو بروس او عفوا بنفس الكاونت نفذته على تو بروسيسورز
بمواصفات مختلفة، بروسيسور 1 وبروسيسور 2، 1.5 جيجا هرتز الكلوك ريت، 2 جيجا هرتز. الآن السي بي اي فور ديفرنت كلاسز اوف انستراكشنز زي ما هي موجودة عندنا. فإذا التو بروسيسورز بيختلفوا بشغلتين، شو هما؟ السي بي اي بير كلاس والكلوك ريت. لكن الانستراكشن كاونت ايش ماله؟ هو نفسه للبرنامج. What is the effective CPI for the program on each processor? I think الحل مش موجود. Okay, في two examples. معلش طولوا بالكم علي. صعبة؟ رح اجي احكي CPI 1 شو تساوي؟ لاحظ هذا الفريكونسي جاهز اللي هو الاي سي سب اي على الاي سي، فراح تكون الاي كم في منها؟ 10%، والبي في منها 20%، والسي 50%، والدي كم؟ 20%. فراح اضرب احسن عندي 0.1 زائد 20 في 2 0.4 زائد 50 في 3 1.5 زائد 0.2 في 8 في 4 0.8. قديش تطلع هاي؟ 0.1 0.9 1.3 2.8. طيب سي بي اي فور كلاس 2 صعبه، بتصير 0.2 زائد 0.4 زائد 1.0 زائد 0.4، فكم تطلع هاي؟ 0.6 2.0 مضبوط. فهاي الافكتيف سي بي اي. which implementation is faster؟ اي واحد من هدول البروسيسرز، لاحظ هو نفس البرنامج على تو بروسيسرز، السي بي اي مختلف، فاكيد واضح انه هم ديفرنت امبلمنتيشنز لنفس الانستراكشن سيت اركتكتشر، لانه نوع انواع الانستراكشنز هي نفسها. فشو عمل؟ راح احسب البيرفورمانس لواحد على بيرفورمانس لاثنين، اللي هو تايم واحد تايم اثنين على تايم واحد، اللي هو اي سي ضرب سي بي اي 2 كم طلعت؟ 2.8. الكلوك ريت قديش تبع الاثنين؟ 2 جيج، اللي هو نص ضرب الكلوك ريت تبع الاول، او ضرب نص في 10 قوه ناقص 9. والثاني تايم 1 شو راح يكون؟ اي سي في 2.0 في الكلوك ريت اللي هو 1 على 1.5. ايش هي؟ سوري 0 و 2.8. فانت يو دو ذا ماس، دي ماث، ذا ماث، هذا 1.5، يعني 1 على 1.5 في 10 قوة ناقص 9، هاي راحت مع هاي، هاي راحت مع هاي، بيطلع معك فعليا هذا ايش؟ السبيد اب. هلا الفكره هون انه هو نفس البرنامج، فالانستركشن كاونت هو ثابت، بس لما حولته من هاي ليفل كود للاسمبلي كود تبع بروسيسور 1 وبروسيسور 2، لانهم ديفرنت امبلمنتيشن لنفس الايزا، السي بي اي فور ديفرنت كلاسز طلعت مختلفه، بس هم نفس انواع الانستركشنز، يعني نفس الايزا. الاكزامبل اللي بعده، the information for some program that is executed on some processor is given in the table. فيه هدول الكلاسز والسي بي اي بير كلاس، ومعطيني شو؟ الفريكونسي. If the processor is modified such that the CPI for class 2 instructions is reduced to 2. هذا بدل ما هو 5 نزل ل2. Then would it be beneficial to adopt this modification if this modification requires increasing the clock cycle time by 10%. لاحظ معك ما اعطاني السايكل تايم، بس انا بعرف انه سي سي اوريجينال معي، بس ما بعرف، بس ضرب 1.1 هي راح تكون الكلوك سايكل تايم لمين؟ للموديفايد. وشو بده يفرق الافكتيف سي بي اي عن الاصلي عن الموديفايد؟ انه هاي بس، مظبوط؟ فراح احسب السبيد اب. شو يعني would it be beneficial؟ انه هل البيرفورمانس للموديفايد على البيرفورمانس للاوريجينال اكبر من واحد ولا لا؟ فراح اروح احسب التايم اوريجينال على تايم ايش؟ موديفايد. طيب والتايم اوريجينال شو راح يكون؟ الانستركشن كاونت، مظبوط؟ اللي هو نفسه، هو نفس البرنامج، مظبوط؟ مضروب في السي بي اي تبعت اوريجينال، تعرفوا تحسبوها صح؟ في سي سي اوريجينال على
instruction count اللي هي نفسها لنفس البرنامج.